السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وريال هنتان ايه دا ونسين واجلع جامع فشير عن واجلع جامع وحان كسوغان هاي عدادو نوحر رواينا نسود ومقال كان كان بلقى عضي انا لان كتسودونا مقالة دا لنعك استيت هاي وحاق وهلنا ايه مقال كان او كاميرا دهاية محمد رمضان لانكا لكالية او مانتي لو ترقى لفلوغي ذا ايوه ايه هاي جايز لما انا صحابتو دا السلام يا ناجلع جامع مركان عداد وجكو صود هاي وحوا إن شاء الله ده قلبتنا وحن صاحب يدونا مقالير أو محيط فلوجيرا سيجارة وحوق سوق بدونا مقال سريع وعن مقالات كسوق بدونا سو سوق دونا كسر صاحب قال ويلي واحد أحمر إن على ذو إن وحربنا إن صو قبلنا برنامج كي إن شاء الله عايزين شيء جيني والله وينا مش حتى قارن لما ربو وعمل سمعنا أكتر مالنا رمضان محلل إن شاء الله تتبضن أود على هذا مجيء ذكر كم غلي سود وهذا طبعا مالي الوكالة دومنا أيوة كام ردي عبسي مني كجيت معنا الحمد لله سو مرك جاي صحوا أيوة ولكم مرك لقي مرك هذا بعدين إنك وأركد دنتين إن شاء الله هذا واحد إنه إيماني أرجع على هذا حرتين إن أنا برامج كأن أنا بذكر دونه إن أصحاب تقالي مرك واحد لا يا هاي أنا أرجع نمشي سعود ونكسن سعود ونكسن حرتين إن أنا إذا سو بدي دونه برامج كأني شغني إنك استقر على سيد عدانتو هدي داوشو ونكسن هي هذا وحن نقولنا إن رونتي تعوشة ونكسل halkani waa green house oo ku yaal caado waxaan jeenayaa ina ay ruuxay inta soo doono een magaalada si fiican ugu wada gaarno inta badan insha Allah laakiin waan idin soo diyaar doonaa inta aan ka gaarno een dawasho wanaagsan halkani waa green house maqaayada ugu shidan magaalada caado markasta la isku imaado dhalinyaro isku imaadaan si aan ka arkayseen ba Thank you.
وقدام بنتي أخيرتي صدق من المقالك قلبت إلا عاو هوشيس كجرني هذا تضبطي يقرر عايز يمرس إنك جل جماعها عاو صدق درونتا وقت واكل الجري أول واكل قبضتين مركي إن شاء الله مقالك سوكر مسترن أو فول هيج دي وحكة داود نطان جل جماعة أوفشال إن شاء الله هل كان سجور هنا سيدو كلا مسر عبدي وصوب وقكرتين إن شاء الله ولا لكن إن شاء الله حاجة اسمها إبراهيم بوارك دون تين إن شاء الله عاو درون تصير روح يسمرك وفرو كفلي هني كان أبوان نوايا هاي إنجينير نوايا هاي دايركتور نوايا هاي أدي مقال كان وسي قرحة نوصلها جان إن شاء الله وارك دون تين ندوس النهار سواء جينا ما يروحون معه وهجاج إن شاء الله أدمان السلام يا صاحبي.